نديرو مسائل انتخابيه ديمقراطيه واللي غير يدوز راه دابا الفرق ما عندو رئيس. الرئيس هو المستقل. اشو بي انا مفهمش دابا عشنو واحد حيدو دوك الناس بزاف حيدو على عند والسينيزور السينيزور كتشوف المتظاهر من العمليه كوميتي كاينه دير شغل الله شويه الفوتوغراف راه تيتحرك الفوتوغراف راه ضروري خاص ما بين الامور اللي كان الشوائب اللي كان في اللوائح ديالكم اللوائح انا كنسمع لكم واش مازال باقي شي حاجه غتقول لا هذا هو اللي كاين باش نكلم الاجابه ديالي إجابة إلا يمكن نجاوب إلا بغيتو أنا جيت بطلب من يعني جيت موفد من الجامعة بطلب من النادي أولمبيك الأفريقي لكرة القدم لحضور الجمع العام مرحبا سيدي مرحبا أنا النادي انه ما اعلن الرئيس على يعني الاستقاله ديالو دار يعني عمل الناس اللي بغاو يترشح ياك كانوا اللوائح ديال الترشيح هاد اللوائح ديال الترشيح شكون اللي شرف عليهم وهو النادي النادي هو اللي شرف عليهم المكتب اللي كان كيسير النادي هو اللي الان رئيس النادي اللي هو المستقل عطانا وضعيه على اللوائح الوضعيه الرسميه اللي عطات لي وهو الان اللي سمعت ليها ان جميع الاطراف يعني صد الرحب كلهم جاوا يعني باش بدون يعني بدون ما يطلبوا حتى يعني جاوا عندنا واستقبلناهم صد الرحب وطولنا الحديث ديالنا بعد ما احتجنا ولكن هنا كنا خدينا جميع الودائع ديالكم الودائع طلبات اللي نسيتوها في الجامعه ومسجلها نظر في الطعون سيكون من بعد لا كونسوماسيون دو لاك غادي نحضروا في الجمع العام ماشي اننا ما نديروش الجمع العام كنديروا الجمع العام ومن بعد النتيجه ديالو اللي عنده شي طعن الجمع العام طيب انا صاحبي يا سيدي خليني كيف عندك خليني قطع محطوط خليني قطع ما حطيناش دابا محطوط قبل عندك الجمع اللي داير عندك خليني الجمع اللي فات هو الجمع خليني نكمل قطع ضيف هذيك وعندك اللوائح خليني عندك اللوائح عندك الاندية عندك اللوائح خليني نكمل لك خليني نكمل ماشي حطيناه دابا محطوط استاذ الله يجازيك بخير يا خليني نكمل الكلام ديالي ماشي لان دار الجمع العام الان ان الجمع العام راه صافي راه دار مكتب الا كان واضح فيه شي يعني شي حاجه اللي ماشي هي هذاك
راه يمكن لي يتقرر بالالغاء الاشغال ديال الجبل عام والشيء اللي تعمل مسبقا في بالي اخر اللي كان. اذا حنا جينا باش نحضروا الجبل عام، اذا كانت شي طغون اللي هي ثابته في الاشغال ديال الجبل عام الحالي وفي اللوائح وفي الاعضاء اللي تكون فيها، مرحبا تتقدم. تنازلوا من اجل المصلحه الفريق، وخصوصا ان احنا تابعنا مجهودات، وانا كنلتزم امام الجميع بان اليد ديالنا ممدوده. فريق اولمبيك افريقيا ما يحتاجش المعارضه، حنا جميع المنخرطين كان مفتوح امامهم، غنشتغلوا كامل ان شاء الله، وعندنا برنامج ديالنا غادي نهضروا فيه كاملين. وكنشكر السيد الكاتب العام للجامعه، وكان عصبه والمنتج العصبه على هذه المجهودات، والسيد المندوب ديال الشباب والرياضه، السيد ممثل السلطه الاقليميه، السيد ممثل بيب لوسيكا، وهو من الزعامات الأساسية، كنعتبروه من الزعامات الأساسية لتنمية كرة القدم بصفة عامة وكرة القدم الإيرانية بصفة خاصة. إذا حنا داخلين الآن في المشروع ديال الاحتراف، وما النادي خصو يكون بواحد بعض الأمور بواحد المستوى ديال الاحتراف، بدءا من الوضعيه القانونيه ديالو. ولهذا وجب التذكير، لانه يعني كشغل شاغل اللي هو المدى القصير جدا، وهو تسويه الوضع ملائمة النظام الاساسي ديال النادي مع النظام العام ديال التنميه، القانون العام ديال التنميه البدنيه والرياضه، وكذلك لكي يشير لاحداث الشركه. اذا لابد من وضع قانون اساسي داخلي للنادي. جميع الامور، جميع الودائع التي تهتم من اجل طلب الاعتماد، سي فيصل غادي نذكر راه عندكم، ولكن السي فيصل غادي يذكركم بها بزاف لما تنوصلوا. ثالثا ومن اكثر من هذا، مانيت السيد الرئيس ان اللائحه المكتب ما تكون فيها حتى الشك، يعني شي حاجه اللي لا تخدش القانون العام ديال تنميه كره القدم، وخاصه الشروط المطلوبه في الاعضاء في المكتب المديري ديالهم. إذن هذه تنصيحه تكلمنا عليهم، شرنا عليهم، هذه الامور لابد انها تكون في الوسط ديالكم باش تحافظوا على النظام، يكون عندنا المكتب انه لابد انه كيتنازعوا. إذن هذا هو الامور اللي باغي نقول، وما قبل الاشاره الملائمة ديال القوانين ديالها مع الأنظمة الأساسية ديالها مع القوانين ديال التنمية البدنية والرياضة وإحداث الشركات، وكذلك من أجل الحصول على الاعتماد، ومن أجل الاعتماد ثلاثة اليوم باش يستافدوا بجميع المنح وجميع الامتيازات. إذا كان لابد أننا نخرجوا يعني بهذا الجانب. إذا كانوا اجتماعات اللي كانت مسبقة مع يعني جميع المجموعات اللي كانت مهتمة بالشأن ديال النادي والأطياف، كانت الجامعة في العصبة الوطنية لكرة القدم الافتراضية. إذا كان تمهيد، ولكن الآن أصبح كذلك نقاش باش يكون جا الشيء اللي تلاحظ في الأخير أنه كان من جهة اللوائح، واحد الوكيل ديال واحد اللائحة سحب اللائحة ديالو، إذا بقات لائحة وحدة، ولكن المهم هذا أن تم شيء الانتخاب وتم الانتخاب. الآن كذلك هذا ما تعنيش باللي إذا كان شي بعض الملاحظات من الطعون ولا بعض الطرف أشخاص، إذا عندهم الحق أنهم يحضروا الطعون للجامعة، وكاين اللي جا صعيد الجامعة باش تنطقيه. إذا ولكن الشيء اللي ملاحظ الشيء اللي مسجل هو كما جوج اللوائح، الواحد الوكيل ديال واحد اللائحة سحب اللائحة ديالو، كانت لائحة وحدة، وانتخب الرئيس اللي هو رئيس شاب، نتمناو أنه يكون مستوى ديال الطموحات ديال النادي. وحنا ذكرناه يعني بالمناسبة بجميع الأمور اللي هي عندها صبغة استعجالية لابد أن نتأكد بها، وعاود نكررها له إلا باش نكنسوا على هذه الشهادة، الملائمة ديال النظام الأساسي ديالنا مع القانون ديال التنمية البدنية والرياضة،
القانون الداخلي ديالو لإحداث الشركة. إذا وكذلك تقديم الملف كامل بجميع الوثائق اللي كنقولوا عندو النموذج عندو واحد الموضوع اللي كيشمل جميع هذا باش في أقرب وقت يطلب الاعتماد ديالو وزارة الشباب. نتمنى التوفيق لهذا النادي هذا اللي هو نادي معطاء للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة. شكرا. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.